نفذ اللي اتفقنا عليه حرفيا وما تفتيش من دماغك كلمه زياده. تحت امرك يا باشا. ايوه الو، ازيك يا باشا؟ الو، مين معايا؟ انا منصور. منصور؟ منصور مين؟ لا مؤاخذه يعني يا باشا على الاتصال، بس كان لازم اكلمك. ايوه يا منصور، في حاجه؟ سيادتك يعني يا باشا قريت الجرايد؟ الحادثه. صباح الفل يا باشا. بسيادتك بس يعني يا باشا لوحدك اللي بتجيب جرايد، انا كمان بجيب الجرايد. جبت الجرنان علشان اعرف اخبار اللي انا عملته ايه. اول ما الاقي العروسه مقتوله. عروسه ايه ومقتوله ايه يا ابني؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده. ما انا عارف ان مالكش دعوه يا باشا. الله، وحد جاب سيرتك لا سمح الله. انا بس بقول يعني الموضوع طلع كبير وانتهى بجريمه قتل. بيقولوا الراجل قتل عروسته عشان الفضيحه اللي حصلت لهم يوم الفرح. الله يرحمها بقى يا باشا. اخلص يا منصور، ما عنديش وقت. ما انا جاي لك في الكلام اهو. بصراحه بقى يا باشا، انا مش هينفع عرض ضميري ب 30,000 جنيه. اصل انا لا مؤاخذه يا باشا، ضميري رزل. والمطلوب؟ لازم اغريب فلوس اكتر شويه. فلوس ايه؟ وانت مالك يا باشا، تدفع حاجه من جيبك؟ البركه بقى في الراجل التاني اللي عليه الهيبه. ولا الست هانم؟ ولا الست هانم اللي ضحكتها لعلاقة في التليفون لما عرفت الموضوع؟ لا انا معرفهاش، بس البوليس ممكن يعرفها. اخر الكلام، شوف انت بقى الراجل اللي عليه الهبه ده ممكن يدفع قد ايه، او بمعنى اصح يا باشا شوف الست هانم تدفع قد ايه عشان سيرتها ما تجيش في الموضوع. ها، قلت كل اللي انت عايز تقوله؟ انا مستنيك على الموبايل يا باشا، الموبايل اللي هو من فضلة خيرك. انا مستنيك يا باشا، ربنا معاك. ماشي يا منصور، هكلمك. كويس يا منصور، شكلك بتحب التمثيل قوي. ها والله يا باشا، انا ما عارف ده حصل ازاي، ده كله من عند ربنا. جرب تمثل يمكن تفلح، بدل ما انت مشحطط الحاجه في كل مصيبه وراك. ايوه. ايه الاخبار؟ مال صوتك؟ اوعى تقولي الحكايه باظت. بهدا ظنك فيا؟ أنا سيداليا أشوفها. طبعا دام الحمد لله، بس بعد ما نشف لي ريقي. الراجل ده على فكرة طلع أخطر مما تخيل. لا يعني إذا كان عندي شك 1% هو اللي عملها دلوقتي، بقيت متأكدة 1000000%. استنى أحكي لك لما أشوفك. أنت فين دلوقتي؟ طب انا جايه لك على طول. لا طبعا بكلمك من موبايل تاني، الموبايل اللي انت بتقولي حطيته في كيس بلاستيك اول ما خرجت من المكتب. بصمات نادين كمال بقت تحت ايدي. يلا باي باي. حياتك يا استاذنا، ربنا يصبرك وربنا يصبرنا كلنا. متشكر يا مايكل قوي، ما نجيلكش في حاجه وحشه. مايكل، انا كنت عايز مفتاح العربيه. هو حضرتك مش معاك عربيتك؟ ايوه معايا بس بايظه. ايه، تحب تكشف عليها بنفسك عشان تتاكد؟ لا انا اسف، انا ما اقصدش حضرتك، انا تحت امر حضرتك. تحب اطلع بحضرتك على لا فين؟ لا انا عايز اتمشى شويه لوحدي. انا تحت امر حضرتك، بس انا خايف على حضرتك تسوق وانت في الحاله دي. ما انا سوقت امبارح وانا في حاله انيل مندي، ايه اللي حصل يعني؟ الحياه لازم تستمر. أنا تحت أمرك، بس أنا مش عارف إزاي، أنا دماغي هتشت مني ومش قادر أصدق اللي حصل، ومش قادر أسامح نفسي على إني ما رضيتش على ست الكل اللي مطالبتني. صافي كلمتك؟ آه، أنا صحيت إمبارح متأخر، قلت أنام براحتي وأصحى براحتي على ميعاد السفر، صحيت لقيتها طلباني 5 مرات. آخر مرة كانت الساعة 10 الصبح. معلش أنا كنت عامل الموبايل سايلنت. جايز يمكن تكون كانت بتطلبني عشان تستنجد بيا، مش كده برضه؟ طب ما كانت كلمتنا نقرب، ده انا كنت بقيت معاها في نفس الاوتيل. تلاقيها كانت عايزاك تيجي تاخدها منه ولا حاجه. يا ريتني كنت عملت كده، كان على الاقل المجرم عديم الرحمه اللي قتلها ما كانش لاقاها هناك. نصيبها بقى، محدش بيهرب من نصيبه. صح. شكرا مايكل،
بقولك يبقى خلي بالك من الحاجة ونجوى عشان لو عازوا حاجة. تحت أمر حضرتك في عناية. بس والنبي والنبي يا أستاذ خلي بالك من نفسك وانت سايق. متشكر متشكر يا مايكل. ألو أنت فين يا عم؟ بكلمك من الصبح موبايلك مقفول. عيد إيه؟ ما العيد خلص خلاص. أنت عرفت؟ للأسف الخبر صحيح. أنت عرفت منين؟ من الجرايد ولا منين؟ لا أنا مش باين عليا علشان خدت الصدمة كلها امبارح. كان يوم ما يعلم بينا ربنا. لا لسه ما يعرفوش. هما دلوقتي بيدوروا على شريف جوزها أول واحد بيفكروا فيه. المهم أنت فين؟ عين سخنة إيه بس؟ أنا لازم أشوفك. دلوقتي حالا تركب عربيتك وتنزل على مصر. مش هينفع، في موضوع ما ينفعش يستنى للصبح. لازم نتقابل. بص أنا هستناك على أول طريق العين السخنة. لا مش هينفع في التليفون يا سيدي، لازم نقعد. يلا مع السلامة. طلع عندك حق، عينيه ما رمشتش لما قلت له انه متصور هو داخل الاوتيل قبل الجريمة. انا بصراحة ما كنتش متخيل ان قلبه ميت للدرجة دي. نرجع تاني لعلم النفس الجنائي. اللي بيقتل بالصدفة بيبقى اجبن من انه يشوف نتيجة فعلته. لما بتحطيه في مسرح الجريمة او توريه له صورة الضحية بينهار على طول. لكن اللي بيقتل مع سبق الإصرار والترصد، مشاعر الكراهية اللي جواه بتخلي عنده ثبات انفعالي، بيخليه في مسافة بينه وبين الضحية. فاهماني؟ قولي لي اتأكدتي ان ما كانش حد وراك وانت جاي؟ عملت زي ما انت قلت لي بالظبط، فضلت الف لما العربية داخت. بس بقول لك الراجل ولا تهزت له شعرة، شكله كده مش فارقة معاه. جايز بس علشان فاكر ان كل شيء متظبط وتمام التمام. طب مش جايز يكون كده فعلا؟ جايز جايز، بس انا ما احبش الياس. حقولك انا بفكر في ايه علشان انت جدعه ومحل ثقه، بس وعد شرف اي حاجه بقولك انا بفكر فيها تنسيها بعد ما اقولها لك. ماشي وعد وعد. بصي انا باني حساباتي كلها على المسافه بين باب الاسانسير وباب السويت. مش ممكن يكون قطع المسافه دي كلها وهو لابس الجوانتي، هيلفت الانظار. زائد ان صافي سليم لو فتحت له الباب ولقيته لابس الجوانتي اكيد كانت صرخت، كانت حاولت تمنعه من الدخول. لو لقينا بصمه ليه في المسافه دي يبقى كرم كبير من ربنا. طب خلي امالك بربنا كبير، مش جايز تلاقي بصماته جوه مسرح الجريمه؟ على الله. بس ما اظنش ان هو ما فكرش في النقطه دي. ما كانش ظاهر عليه الثبات المريب اللي انت شفتي بيه. بس انا دلوقتي بقيت متاكده 100% ان هو اللي عملها. قولي دلوقتي ايه خطوتنا الجايه؟ خدت بالك من نوم الجماعه؟ خدت بالي طبعا. انا دلوقتي هطلع على المعمل الجنائي هشوف ايه الاخبار، ولو لقيت فيه جديد هكلمك. خدت بالك ان مفيش ولا نون جماعه جت في كل اللي قلته؟ شرير انا. ماشي يلا باي. مع الف سلامه استاذه داليا. شكر. صباح الفل يا باشا. صباح الخير يا سيدي. الراجل ده مكتوب في جورنال انه قتل مراته وانكم بتدوروا عليه. يا في مكافأة اللي بلغ عنه يا باشا. صباح الخير. ايه يا استاذ انت فين؟ ما بترديش ليه عليا؟ انا كلمتك 200,000 مره. معلش تلاقيني مش مسيفه النمره. ده حتى الرئيس كلمك من موبايله كتير قوي. الرئيس مين؟ رئيس مجلس الشعب ولا رئيس الوزراء؟ بصي بقى انا مش الخلافات اللي ما بينكوا ديت، انا هبلغه انك وصلتي عشان ما يرفدنيش. ماشي يا ستي. شفت المعجزه اللي حصلت لنا النهارده؟
الإدارة كانت خايفة من مضاعفة الكمية عشان الناس كلها ما رجعتش بالأجازة، بس أنا كنت صح، طلبت المضاعفة، شكل كده مرتجع هيبقى زيرو. طب ألف مبروك عليك وعلى الإدارة يا سيدي. مبروك لك أنت، دي مادة شغلك. على فكرة أنا طلبت لك مكافأة عشان تصرف فورا. لا بقى، المكافأة دي مش من حقي، المكافأة دي تدوها للي قتل صافي سليم، والمفروض برضو ننشر له شكر خاص على وقفته مع الجورنال. كنا محتاجين نطرة التوزيع دي، خصوصا ان مصداقية الجورنال كانت بعافية الفترة اللي فاتت. انت مالك بقيتي كئيبة قوي كده الايام دي؟ الله، من ساعة الاعتصام بتاع العيال ده وانت شكلك كده متغير معايا، مالك؟ ولا يكونش لسه متأثرة باللي حصل لصافي؟ معلش، اصل لسه على قد يا استاذنا الكبير. صحيح انا اشتغلت كتير في الحوادث، بس دي اول مره يتقتل حد قريب مني، والمفروض ان ابقى مبسوطه قوي عشان انا اللي انفردت بنشر خبر قتله. لا، والمفروض ان انا انبسط اكتر عشان الاداره اللي بتطلع جورنالي وزل الصحفيين اللي فيه هتكسب كتير من ورا الانفراد ده. معلش يا استاذنا، الناس قدرات برضو، ومش سهل الواحد يبقى بقدراتك الفزه. برضو مفيش فايده، مصممه تلعبي معايا لعبه غريبه انا بحاول اتجاهلها، لاني كنت بلعبها وانا في سنك. بقول يا تسيبها دلوقتي تعقل، يمكن بعد شويه تزهق، لكن لا، انت مكمله الضغط، مستمتعه بلعب دور القديسه الشهيده، رافضه اني انا اخرج من دور الشيطان اللي انت قررت تحطيني فيه لحد النهايه. هي الحياه عندك دايما كده، يا اما لعبه يا اما مسرحيه والناس بتلعب فيها ادوار. معلش معذور، اصلك من كتر التمثيل واللعب بتنسى برضو ان في ناس عايشاها بجد، لا بتلعب ولا بتأدي أدوار. داليا، أنا خلاص بقى زهقت من الأسلوب بتاعك ده، خلاص تعبت. قوليلي كده، أنت مش زايدة عليا ليه؟ عملت إيه في عمرك كله؟ لا أستغفر الله، أنا أقل بكتير من إني أزايد عليك. أنا لا قريت زيك ولا كتبت زيك، لا نجحت زيك ولا اتسجنت زيك، لا في ناس صدقتني زيك ولا ضحكت على الناس زيك، لا لعبت لمصلحتي زيك ولا دخلت صفقات زيك. يا سلام، طب ايه اللي مصبرك بقى على الشغل معايا؟ عشان المفروض اني شغاله في مؤسسه مش في ورشه، مع اني عارفه كويس قوي انها في الاخر ورشه وحضرتك صاحبها، بس ادينا نضحك على روحنا. اعمل ايه؟ ما عنديش خيار تاني دلوقتي. حضرتك عايز تفصلني؟ ما عنديش مانع. عايزني اقعد في بيتي وتديني مرتبي؟ برضو ما عنديش مانع، ما عادتش فارقه معايا. بطلي تكذب على روحك بقى، لو كان كلامك صح جيتي ليه امبارح جري عشان تكتبي الخبر؟ كان من الممكن تقعدي في قلب البيت وتتحججي بمليون حجه. كان ممكن تقولي مثلا انك كنت منهاره، كنت مصدومه، ما عرفتش الخبر الا بعد ميعاد النشر بكتير، وكان ممكن اصدقك. لكن لا، انت جيتي عشان ما تحرميش نفسك من احلى متعه في الدنيا. متعه انا واللي زيك وكل اللي شغالين في المهنه دي بنعشقها. متعه ان الناس تعرف منك الحقيقة، تسمع منك، تعرف الحقيقة اللي انت عاوزة تشاركيهم فيها. لو كان دور القديسة الشهيدة اللي كارهة المهنة ده مريحك، ظابط نفسيتك، انا ما عنديش مانع ابدا ان انت تستمر فيه. ما عنديش مانع كمان ان انا اصدقك ان مش دور ولا حاجة، ان انت فعلا قديسة شهيدة وانا فعلا الشرير، انا الشيطان اللي بضحك على الناس عشان اخد المصلحه بتاعتي. كأن المصلحه دي سبه، كأن الراجل الشريف اللي عنده مبادئ لازم يكون عديم المصلحه. ياه، انت تاني؟ انا كنت فاكره ان مرحله غسيل المخ دي احنا عديناها من زمان. في ناس مهما اتغسل مخهم ما بينضفش. هتسلمي شغلك امتى؟ انا مأخر كل حاجه عشانك. لا اتاكد سيادتك لو في اي جديد، مش هحرم نفسي من متعه ان الناس تعرفه مني. شوف لنا حد من معارف الوالده. خالد تعبان يا اخي. سعادتك ان شاء الله اول ما ترجع من السفر هحل لك الموضوع ده على طول يا باشا. طب ما تنساش بقى، انت ما تخدمش ابدا. تمام سعادتك. مش المفروض سعادتك نبلغ النيابه ونقدم الدليل ده رسمي عشان ما فيش اي حاجه تتاخد علينا بعد كده في القضيه؟ دليل ايه بس يا خالد؟ الموبايل ده مش دليل،
كل ما في الموضوع ان في حاجه معينه في دماغه، لو جت صح هتقلب القضيه كلها، لو جت غلط ما خسرناش حاجه وزي ما احنا ماشيين. انا بس عايز اطمنك احنا ماشيين قانوني وسليم وتمام. في الاول وفي الاخر دي ايه؟ دي بصمات، يعني يا اما كانت موجوده في مصلحه الجريمه يا اما ما كانتش موجوده، لكن احنا مش هنحطها بالعافيه مثلا. اه تمام سعادتك. على العموم سعادتك احنا في انتظار تقرير رفع البصمات وهو هيبين لنا كل حاجه سعادتك على الاخر. نتفائل بقى ونقول يا مسهل. يا مسهل سعادتك. لا بقول نتفائل، يعني نفرد وشنا ونقول يا مسهل يا رب. يا مسهل يا رب. هوبليس كيس يا خالد. صباح الفل. صباح الخير يا باشا. ها ايه الاخبار؟ تقدر تقول لي البدايه مشجعه، بس يا رب تكون مفيده ليكم وتبنوا عليه كل شغلكم. ده صوره من التقرير اللي هيروح للنيابه. تمام. شوف سعادتك، وقد تبين بعد رفع البصمات الموجوده على السكينه المشار اليها كاداه مفترضه في تنفيذ جريمه القتل وجود بصمتين محددتين. عظيم، عظيم جدا. انا كنت قلقان قوي ان الجاني يكون مسح البصمات بعد ما نفذ الجريمه. المهم حددتوا البصمات دي لمين؟ ايوه، كنا متوقعين نلاقي بصمه القتيله بس ما لقيناهاش. ده طبيعي جدا، لان هي كانت طالبه فطار عادي، يعني ما يستلزمش وجود السكينه دي اصلا. البصمة الأولى كان لواحد من العاملين في الروم سيرفيس، اسمه موجود هنا، يمكن يكون في مبرر لوجود بصمته بحكم عمله. إنما الغريبة شوية البصمة التانية. طلعت لمين؟ لواحد أجنبي من النزلاء الفندق، أمريكان الجنسية، اسمه هنا برضه. معقولة؟ أيوة، إحنا خدنا بصمته قبل ما يغادر الأوتيل، زيه زي كل النزلاء والعاملين في الاوتيل، وطلعت بصمته مطابقه لواحده من البصمات اللي موجوده على السكينه. يعني ما لقيتوش بصمه جوزها الشريف راسخ على السكينه ابدا؟ ما هي مش عندهم اصلا يا خالد، مش لما نلاقي الراجل الاول. لو ان موقفه دلوقتي بقى احسن بكتير بعد موضوع البصمات ده. طب ازاي سعادتك؟ يا سيدي ما التقرير قدامك اهو. في ايه؟ التقرير بيقول ان هي دي البصمات اللي تم تحديدها. يعني احنا ما عندناش حاجة ضد شريف راسخ دلوقتي لغاية ما يطلع تقرير الطب الشرعي ولغاية ما نشوف نتيجة تحليل الحمض النووي. بالظبط يا فندم. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ان احنا نلحق الجدع الامريكاني اللي موجودة بصمته على السكينة. على الله راس ما يكونش غادر. احنا متشكرين قوي يا بيه. مع السلامة يا باشا. شكرا. متشكرين سعادتك. مع السلامة يا باشا. تفتكر سيادتك الراجل الامريكاني ده له علاقه بتنفيذ الجريمه؟ اقصد سعادتك يكون من الناس المرتزقه اللي بيأجروهم عشان ينفذوا الجرائم زي الافلام الامريكاني سعادتك؟ بنسبه 90% الجدع الامريكاني ده كان نازل في الغرفه اللي جنب جناح صفي سليم، انا شفته. جدع غريب الاطوار كده وشكله مش مريح خالص. بس لغايه ما نفهم ايه حكايته ممكن جدا يبقى عنده مبرر لوجود بصمته على السكينه. فاكر لما انا سالت الولد بتاع الروم سيرفيس إذا كان في حد في الدور بتاع جناح صفي سليم طلب ستيك في أوردر العشاء أو بعد نص الليل في الليلة دي؟ فاكر؟ فاكر سعادتك. أنا هفترض إن الجدع الأمريكاني ده طلب ستيك، الأمريكان أصلهم كيفة ستيك. بعد ما خلص الأكل طلع العربية بره الأوضة، القاتل شاف السكينة وهو متجه لجناح صفي سليم، قام واخد السكينة ومقرر في التو واللحظة إنه يستخدمها. كده سعادتك ما كانش في نيته انه يقتل، او كان معاه سلاح تاني خالص بس شاف ان السكينه دي تساعده اكتر في تضليلنا. يبقى الراجل الامريكاني كده ملوش دعوه بالجريمه، والا ما كانش اتقدم بحسن نيه عشان ناخد بصمته. بص يا خالد، لما يبقى في جريمه قتل ما احبش ابدا ان انا افترض حسن النيه في اي حد. فاهمني؟ فاهم سعادتك. طب هو خالك مش دكتور؟ ايوه سعادتك، بس ده دكتور تخدير سعادتك. يا سيدي مش مبرر، اكيد عنده صاحب انف واذن، ما تكلمه يا سيدي. يا عليك يا خالد يا عليك. اسف سعادتك، قافل موبايله. يا سيدي برضه مش مبرر، دكتور تخدير يقفل موبايله ليه؟ كلمه يا خالد، انا تعبان يا اخوانا، مش معقول والله. عاجبك كده؟ انت تقفل دلوقتي.
الجارية دي لا يمكن يكون فيها خير أبدا. تفتكر يكونوا عرفوا مين القاتل؟ لازم يعرفوا، مش بمزاجهم يا حبيبي. بلد مقلوبة من ساعة من خبر 12، أكيد في حد لازم يشيل الليلة. إيه يا عم، حد يشيل الليلة؟ آه جريمة في حارة، دي جريمة العالم كله بكل قراته هيعرف بيها. إيه كل قراته ده؟ على إيه يعني؟ هي واخدة جايزة نوبل. على فكرة بقى دي أهم من نوبل. أنتوا عارفين الخطورة في إيه؟ إن الليلة دي لو شايلوها لحد وطلع ملوش دعوة، يا لهوي ده هتبقى مفرمة. هو عمل تشيك أوت إمتى؟ النهاردة الصبح بدري يا فندم، الساعة 7 بالظبط. مع إنه كان لسه فاضله في الإقامة بتاعته ليلتين. أنا حتى سألته إذا كان في حاجة ضايقته في الإقامة عندنا، وكنت خايف يعني يكون موضوع القتل ده ساب عنده باد إمبريشن. قال لي لا بالعكس، إنه استمتع جدا بالإقامة وإنه ده أكسيدنت ممكن يحصل في أي مكان في العالم. هو كان جاي لوحده ولا مع جروب سياحي؟ لوحده يا فندم. وطلب عربية من الأوتيل توصله المطار؟ لا يا فندم، طلب ليموزين يوصله بورسعيد. بورسعيد؟ وهيعمل إيه بورسعيد يا باشا؟ مش عارف والله يا فندم. وهو كان قضى كام ليلة في الأوتيل؟ 3 ليالي بالظبط. كان حاجز 5 ليالي، والحجز بتاعه كان من على الانترنت. دي كل الدوكيومنتس الخاصه بالحجز، ودي كل البيبرز الخاصه بالاوضه بتاعنا بما فيهم حتى الايتيمز اللي استهلكها من الميني بار. اسلام، انت عندك مشكله مع اللغه العربيه؟ لا يا فندم خالص، هو بس حرك بحكم المهنه يعني. لا ولا يهمك يا اسلام، بس اصلا انا عايز اركز مع المعلومات اللي بتقولها مش في الترجمه. حاضر. طيب بما ان الراجل ده كان لوحده مش في جروب سياحي، في الثلاث ليالي اللي قضاها ما خرجش في اي برامج سياحيه من الاوتيل بينظمها للزباين بتوعه؟ خالص يا فندم، يكاد يكون ما خرجش من الاوضه بتاعته خالص. ويكاد دي بتقدر تعرفها ازاي بقى؟ ان شاء الله اللي بينزلوا في الادوار الاكسيكيوتيف حركه بتاعه رجال الاعمال من حقهم يخشوا الاكسيكيوتيف كلاب، ومن حقهم يطلبوا اي مشروب او ياكلوا اي حاجه مجانا. كل اللي علينا بس ان احنا بنكتب رقم الاوضه. مش باين عندي هنا انه دخل الاكسيكيوتيف كلاب ولا مره ولا البار ده، حتى الغداء والعشاء في الثلاث ليالي كان بيطلبهم في الاوضه. اللي باين هنا يا فندم انه ما دخلش اي مطعم من المطاعم بتاعتنا، ده حتى بالرغم ان العشاء مثلا انكلوسيف، اقصد داخل ضمن سعر الاقامه، بس ده لو خده في المطعم مش في الاوضه. معقوله يعني جاي من امريكا لمصر عشان يقعد في اوضه مقفوله في لوكاندا؟ كان عيان مثلا؟ مش مكتوب عندي انه هنا طلب دكتور مثلا، غير ان لما شفته كانت صحته زي البوم. طيب انا عايز اعرف كل التفاصيل اللي تخص الجدع ده من ساعه ما حط رجله في الاوتيل. احنا تحت امرك يا فندم. يعني الاوضه اللي كان نازل فيها مثلا هو اللي اختارها ولا انتوا اللي اخترتوها له؟ هي الاوض بتاعه الدرون الاكزيكتيف كلهم نسخه من بعض، الا اذا كنت حضرتك تقصد ان الفيو ما عجبوش مثلا. بصراحه انا مش عارف. لا ولا مش عارف يا فندم، انا عايز اكون دقيق في اجابتي. اللي عمل تشيك ان زمان شريف، وهو مش موجود دلوقتي. طيب على ما حضرته اتصل بزميلكم شريف يبلغه يسيب كل اللي في ايده ويجي فورا عشان يفيدنا بالمعلومه دي. انا عايز اعرف بالتفصيل اللي طلبه جون هيوز ده من خدمه الغرف. حاضر. يعني ايه ما طلبش ستيك؟ امال بصمته اللي على السكينه دي جت منين؟ يا فندم زي ما حضرتك شايف، العشاء اللي هو طلبه في الليله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي كان عشاء خفيف جدا، اومليت ويوجرت وامريكان كافي بس. النزيل الفرنساوي سعادتك هو اللي طلب ستيك في الليله دي، وادي رقم غرفته. دي؟ ايوه. وده لسه نازل في الاوتيل ولا مشي؟ لا لسه موجود سعادتك. يعني اتخذت بصماته. طيب خالد بيه تاكد لي الموضوع ده لو سمحت. امرك يا باشا. السؤال بقى لحضرتك، هل النزيل الفرنساوي ده هو الوحيد اللي طلب ستيك في الليله دي في الدور كله؟ لا يمكن حد يطلب اوردر وما يكونش موجود قدام سعادتك في الورق. هو في سعادتك حاجه تاكد الكلام ده؟ هي محرجه شويه الاوتيل، بس انا مضطر اقولها عشان نثبت حسن نيتنا وعدم رغبتنا في اخفاء اي معلومات عنك. قول يا سيدي من غير اي مقدمات. سعادتك كل اوردر بيطلع بيبقى معاه ورقه النزيل بيكتب فيها ملاحظاته عن الاوردر، بياخدها المشرف على الروم سيرفيس يراجعها عشان يقدر يحاسب الشيف. نخش في الموضوع. الجست الفرنساوي اتصل بالروم سيرفيس وقال لهم ان هو عايز الستيك رير، وهم جابوا له الستيك ويل دان، وانت سعادتك عارف ان الفرنساويين ما يحبوش الستيك ويل دان، مع ان احنا بنعمل الستيك ده بشكل طرم. فبدلتوا له طبعا الستيك تاكيدا على الخدمه المتميزه لهذا الفندق العبقري. شكرا يا فندم. مفهوم. السؤال بقى لحضرتك، هل لما غيرتوا له الاوردر غيرتوا معاه السيرفيس ولا لا؟
مؤكد نزل مع الطبق الجديد سيرفيس جديد. دي حضرتك بديهيات عن لا ما بحبش كلمة بديهيات دي. أنا بسأل حضرتك سؤال تجاوبني على طول، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا فندم. أنت اللي غيرت الأوردر يا صلاح. أيوة فندم. وأنت ما شاء الله الذاكرة عندك الحمد لله تمام. الحمد لله يا فندم. طيب كويس. مش فاكر بقى السكينة اللي هي بالمناسبة عليها بصمتك، خدتها وانت خارج بعد ما غيرت الأوردر ولا فضلت في عربية الأكل جوه الأوضة؟ يا باشا أنا عصرت دماغ عصر، مش قادر أفتكر. ما أشوف حضرتك أنا بنزل كم أوردر في اليوم. من غير مقدمات جاوب على قد السؤال، فاكر ولا مش فاكر؟ لا مش فاكر طبعا، بس أقسم بالله أنا بوعد حضرتك أنا حمقق عيني في كل أوردر أنزله. مع الواحد يا فندم ما بقاش ضامن إيه اللي بيحصل. يوه مش هنخلص بقى يا ابني. هو أنت فاكر علشان أنت شغال في الروم سيرفيس ده يبرر وجود بصمة ليك على سلاح الجريمة؟ لا ما يبررش. افهمني بقى، برضو هيبقى مطلوب منك إنك تثبت وبالتفصيل كنت فين ساعة وقوع الجريمة. يعني هكون كنت فين يا باشا؟ الرئيس بتاعي وزمايلي اللي في المطبخ واللي في خدمة الغرف كلهم كانوا عارفين أنا كنت فين. بعدين ده شكل واحد برضو ممكن يقتل، هستفيد إيه يعني لو قتلت المرحومة؟ يأذتني بإيه؟ يا ابني ارحمني أنا مش ناقصك، ما تخليهاش تطلع فيك أنت. هوبا، في معلومة مهمة قوي مكتوبة في الورقة دي. الراجل الأمريكاني طلب ستيك في أول ليلة وصل فيها الفندق. بص سعادتك، أبص إيدك يا باشا، ما تسألنيش إذا كان رجع السكينة يومها ولا لأ، أنا مخه مش دفتر، أنا مش عايز أروح في ده يا باشا. طب اتفضل اتفضل أستاذ نيفر. مبسوط سعادتك؟ طيب استاذن انا. فاضل هم بيضحك وهم بيبكي. مش جاي سعادتك يا فندم يكون الراجل الامريكاني ده احتفظ بالسكينه في اوضته في الليله اللي دخل فيها الاوتيل عشان ينفذ الجريمه، ويكون ده سر وجود بصمته على السكينه سعادتك؟ ايوه، بس لما هو يعني بالذكاء ده ايه اللي يخليه برضه يسيب البصمه على السكينه؟ امريكاني سعادتك وشايف نفسه وعارف ان محدش هيقدر يوصل له. احنا ما قدامناش سعادتك غير ان احنا ننتظر الراجل اللي اداله الغرفه. هل الراجل الامريكاني ده اختار الغرفه دي بالذات عن قصد ولا لا؟ بص انا بصراحه بعد ما فكرت في الموضوع ده تاني لقيت ان هو سؤال ملوش لازمه. الراجل ده حس ان هو نزل في الدورين بتوع البيزنس، ما تفرقش بقى هو خد الاوضه اللي جنب السويت ولا لا. الا سعادتك لو دخل من الباب المشترك ما بين الغرفه والجناح. سعادتك اعلم العالمين ان في بيبان مشتركه، يعني ممكن واحد ياخد غرفه يضمها للسويت سعادتك. صح، تاهت مني دي، وده اللي ممكن يفسر ليه مفيش اثار عنف على باب السويت. بس الباب ده ما بيتفتحش غير بالكارت الممغنط اللي بيفتح باب السويت. سعادتك لو افترضنا ان ده رجل مرتزقه وجاي ينفذ الجريمه دي اكيد هتبقى معاه بعض الحاجات اللي تساعده تكنولوجيا. سعادتك اعلم العالمين يعني ان الحاجات دي سهل تنفيذها بره. عرفت بقى انا ليه بحبك رغم انك انت كيف تسود الدنيا وتقفلها في وشي ساعات؟ عشان مركز في شغلك. تمام اهو خلود. شكرا سعادتك. تمام. طيب عايزين فورا نبعت اشاره بكل تفاصيل الجدع الامريكاني ده للمديريه في بورسعيد. عايزين نعرف هو نازل في شقه ولا نازل في فندق، اسمه على قوائم اللي داخلين المينا او الخارجين منه. فاهمني؟ امرك يا باشا. فاهمني؟ اوامر سعادتك. ايوه فعلا تمام قوي. هو فين دلوقتي؟ طيب انا هكلم السيد المساعد وارجع اكلمك على طول. مع السلامه. خير سعادتك يا باشا. لقينا الشريف راسخ. الدوشه اللي بره دي عشان انا
هم فاكرين هعتصم هنا ولا ايه يا عم اسماعيل؟ ده انا بقالي سنين ما دخلتش جوامع. اليوم اللي اخش فيه جامع اعمل فيه فضيحه. ده اللي يشوف المنظر بره يفتكر فيه جماعه ارهابيه مسلحه جوه الجامع. ايه اللي بيحصل؟ هو انت قتلتها بجد؟ انت لذيذه يا عم اسماعيل. تعرف سؤالك ده بيفكرني بايه؟ بالافلام اللي ابيض واسود اللي كنت بحب اتفرج عليه وانا في امريكا. فاكر فيلم باب الحديد لما الراجل اللي اسمه حسن البارودي كان بيحاول يقنع قناوي عشان يسيب السكينه؟ فاكر المشهد ده؟ ايوه فاكره. بتهيألي بعيش نفس اللحظه في الوقت. ليه كده يا عم اسماعيل؟ ده انا كنت معتمد عليك تبقى شاهد نفي وتقول لهم انك شفتني الصبح وانا بخش المقابر. تقوم تسالني قتلتها ولا لا؟ ما تاخذنيش يا ابني. جودة الواطي هو اللي بلغه. بس وديني وما اعبد. لكون قطع رجله من المقابر دي كلها. وانا كنت هربان يا عم اسماعيل. على الله بس جودة يكون عارف يأمن مستقبله بعد البلاغ ده. ايوه كده يا عم اسماعيل اضحك شويه. تاخذنيش البرود اللي انت فيه ده قلقني عليك. او بصراحه يعني قلقني منك. انت مش برود يا عم اسماعيل. مش برود، ده هدوء أعصاب. تعرف النوم اللي نمته هنا امبارح ما نمتوش يجي من 6 7 سنين. 7 سنين بالظبط من ساعة ما سبت صاحبتي الأمريكانية. أنا لو كتبت على التجربة دي في ناس كتير هتيجي من بره مخصوص عشان يتعالجوا روحانيا هنا، وساعتها هتنتعش الصحة في مصر. زي ما تكون مش عارف انت داخل على ايه. انت مسنود ولا مستبيع؟ لا بقى يا عم اسماعيل، ده انت كده مش هتنفع شاهد نفي خالص. ولا انت ولا جوده. ده حتى سواق التاكسي اللي جابني هنا هجيبه منين؟ واضح ان ما قداميش غير بركات سيدي ابو العزائم. يلا بينا يا عم اسماعيل، يلا بينا. انت خيبت املي فيك. I'm really disappointed.